السلام عليكم. فرحانة ومتشرفة بضيفي اللي معايا دلوقتي، نموذج أنا شايفة إنه نموذج قدوة. هو فنان راقي ومحترم، والأهم إنه مكافح. مش ابتدى من الصفر، ابتدى من تحت الصفر بشوية كتير، ويمكن محققش في الفن كل طموحه، لكن على الأقل عمل اللي بيحبه بغض النظر عن النتائج. وجوده معانا في الوسط وجود محترم، هو كمان بيحترم كل اللي حواليه، واحنا بنقدره وبنحترمه. وانا فرحانه ان هو موجود معايا النهارده، لان الحقيقه حكايته حكايه عظيمه. مش حكايته هو بس، حكايته وحكايه اسرته وكلامه عن العظيمه الرقية المحترمة زوجته. معايا ومعاكم الأستاذ عيد أبو الحمد. يا أستاذ إزاي حضرتك؟ الله يبارك في عمرك. أنت مشرفني ومنورني وفخورة بوجودي يعني مع حضرتك، وفخورة أن أنت زميلي في الوسط الفني. الله يبارك فيك يا ست الكل. مش أنت اللي فرحانة، أنا اللي فرحان جدا جدا بحضرتك وبالبرنامج وبصدى البلد، عشان حضرتك بتعملي شيء جميل جدا جدا، وإنك بتستضيفي أنصاف النجوم. لا سمح الله، معلش برضه الواحد انت لازم. أنت إنسانيا نجم النجوم. الله يبارك في عمرك. أنا كنت بتمنى هذا من زمان، إن يعني إيه يبقى في لفتة أو نظرة للناس اللي هي زي حالاتي دي، إنهم أنا ما بحبش البرامج أولا، لكن لما عرفت إن أنا هبقى مع نشوى مصطفى فرحت جدا، لأنك فنانة رقيقة جدا جدا وجميلة وكوميديانة، وأنا بحبك من زمان والله. الله يخليك ويجبر خاطرك. الله يعني زي ما جبرت بخاطري كده بالكلمتين الحلوين دول، ربنا يخليك. الله يكرم أصلك. أنت قصتك ملهمة. اللي الناس ما تعرفوش أن حضرتك كنت يعني لا تجيد القراءة والكتابة. تمام. لحد عمر 31 سنة. تمام تمام. وانت عندك 31 سنة قررت انك تبتدي تتعلم. ايوه. ما قلتش لا انا كبرت، لا انا مش هينفع ابتدي من 31 سنة اتعلم القراية والكتابة. صح. لكن الفن هو اللي كان السبب. الفن جميل جدا جدا. اشرح للناس تجربتك الحلوة قوي دي. الله يخليكي. انا بحب الفن جدا جدا، ولذلك انه هو اداني دفع ان انا اذاكر، لان انا بحب الفن التمثيل جدا جدا، لان الفن مشتمل كتير طبعا، لكن فن التمثيل بالذات انا بحبه وبعشقه. ايوه. ومن صغري وانا بمثل مع زمايلي في شبرا. ايوه. فطبعا كانوا بيقروا لي المشاهد بتاعتي. هم يقروا لك المشاهد ويحفظوها لك. وبحفظها. لان انت ما كنتش بتعرف تقرا. لا ما كنتش بعرف اقرا، لحد ما رحت نادي اسكو عندنا في شبرا. ايوه. فقابلني محمد الدقن اخو توفيق الدين. يا حبيبي. ايوه. فاداني دور ما عرفتش اقراه. احرجني قدام القصد كله، قال لي لما انت ما بتعرفش تقرا جاي ليه؟ امشي. وشتمني يعني. لا سمح الله. فبعديها قررت ان انا لازم، عشان برضو بحب الفن، قررت ان انا لازم اتعلم القراءة والكتابة. ففعلا اتعلمت في خلال سنة ان انا بقيت اعرف اقرا واكتب، ورحت مدرسة ليلي عندنا في شبرا. سنة واحدة بس اتعلمت القراءة والكتابة. بالظبط كده. طب ساعتها يا عم عيد انت كنت متزوج، لانك اتجوزت وانت صغير. بالظبط. وكنت عندك اولاد. عندي اولاد. طب انت بقى هتسيب الاكل والعيشة اللي هتاكلها لاولادك وتروح تتعلم؟ ما هو يعني فيه ورا مني جندي مجهول، وهي زوجتي. يا سلام. الحقيقه يعني ان هي اللي ادتني الدفعه، لان انا بعد ما ذاكرت الابتدائيه واشتغلت مع نور الدمرداش. الله 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 الله. هنتكلم لسه عن الشغل والاساتذه الكبار، الاسامي العظيمه اللي اشتغلت معاها. الحمد لله انا اشتغلت مع ناس كتير قوي 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 يعني. بس الحته الحلوه دي بتاعت ان انت دايما تعترف ان اي حاجه خير في حياتك الاساس بتاعها وقفت زوجتك في ظهرك. طبعا طبعا. انا بعد ما ذاكرت وخدت ابتدائيه والاعداديه وبعدين الله الله. كل ده في سنوات يعني، مش في يوم وليله طبعا، بس كان فيها متاعب ومشقه واولاد وامي كانت معايا وزوجتي. فطبعا جيت عند اولى ثانوي وقفت مش عارف، لان كنت اياميها باخد 30 جنيه في الشهر. واسره كامله. والاسره قلت لها لا انا مش هكمل مش هعرف. قالت لي ليه؟ قلت لها كده لان انا مش هقدر ان انا أصرف عليكي وعلى الاولاد والبيت والمذاكره، ده المذاكره عايزه فلوس كتير. قالت لي مالكش دعوه انت.
انا هشتغل واكل البيت وانت اشتغل وذاكر وكمل رسالتك ما تقفش حقيقه يعني. ففعلا طب ممكن ثانيه احيي بس الزوجه العظيمه. الله يخليك يا ستي، عظيمه يا محترمه يا راقيه، يلي مثال عظيم للست المصريه بنت البلد اللي بتقف جنب جوزها في شدته، بل بالعكس بقى عايزاه ينجح. فاي زوجه مثلا تانية ممكن تقول لا احنا ذنبنا ايه، انا مالي بالتعليم. اسمها سعاد على فكره، سعاد. اسمها سعاد طبعا. يا سعاد يا قمر. اي زوجه تانية تقول لا انا مالي، هات لي فلوس بيتي ومصروف للعيال ودي مش هيكفي وتعليم ايه وبتاع ايه، احنا هنستفيد يعني، انت هتطلع دكتور. لكن انت ست محترمه، شفتي جوزك بيحب ايه ونفسه يعمل ايه وقلت له مالكش دعوه، ما انسى هم البيت، صح كده؟ حصل والله فعلا. وبعدين هي قعدنا في الموضوع ده هو 5 سنين طول ما انا بذاكر في، يعني مش يوم ولا اتنين ولا شهر، لا 5 سنين شايلاك 5 سنين. شتا وصيف وتعب ومشاكل. وبعدين انا فعلا جبت مدرسين، ولاني جبت مدرس بقى يديني كشكول، المدرس ثانوي بقى يديني كشكول الدراسه كلها. وذاكرت؟ وذاكرت. طب خدت ثانوي ولا لا؟ خدتها الحمد لله. الله الله الله، الف بركه. 5 سنين الف بركه. دبلوم صنايعي قسم زخرفه وديكور. 5 سنين مش 3 سنين كمان. لا ده احنا حاجه عظمه قوي. حاجه عظمه. وكل ده برضه بمثل في قصر ثقافه شبرا الرخيم. هو التمثيل يعني اللي خلاك تتعلم انك عايز تقرا النص، عايز تقرا دورك، عايز افهم صح. طب اسمح لي حضرتك، اكيد كان طموحك تعمل ادوار اكبر من اللي حضرتك عملتها، ما كنتش بتتضايق ان انت انا ادي اكتر من كده؟ ليه بتدوني ادوار مش كبيره؟ لا ما بضايقش، لان انا بحب الفن، كبير او صغير فن، ولله الحمد رب العالمين ان انا يعني ما يعني الفن ده. واللي قال لي كده الاستاذ فكري صادق طبعا، حضرتك اخونا حبيبنا وكان معانا لسه قريب من والله قريبة. وصبر عبد المنعم ربنا يكرمهم، اساتذتنا الكبار الافاضل، هم دول اللي ساعدوني فعلا ان انا يعني بقى يوصلوا الناس عليا وشغلوني الحقيقه يعني، ربنا يكرمهم. انت عضو نقابه؟ الحمد لله كمان. الله اكبر، يعني احنا زملاء كمان بالبرهان اهو. الحمد لله. طيب بس النقابه دي لها موضوع تاني يعني، ده انا بالعافيه يعني. بس الاستاذ اشرف زكي ربنا يكرمه ويبارك فيه يا رب، راجل محترم جدا، وهو اللي ساعدني برضو على ده. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب ويعينك طيب ساعات كده يعني هو الذكاء برضو اللي عندك، اعتقد ان انت مش معتمد على التمثيل بس في الحياه. طبعا. اشرح لي عشان الناس تفهم، الناس فاكره ان اي ممثل اكيد بياخد فلوس كتير، فانا عارفه ان يعني فاكرين ان الواحد عنده ماليه. انما هو الماليه بالقناعه، خلي بالك القناعه ده كنز فعلا، والرضا. طالما ان الانسان منا يعني يبقى راضي عن نفسه ربنا بيرضى عليه طبعا يا حبيبي، شيء طبيعي يعني يرضى عنه. وبيقنعه بقى باقل الاشياء. مش طب واقل الاشياء هل بيكفي مصاريف البيت والعيال والزوج، وخاصه ان الزوجه حضرتك قلت لي ان في فتره ظهرها تعب شويه. ايوه ما انا جاي لك في الكلام يعني. بعد ما قعدنا وخدت الدبلوم وخلاص، هي ربنا اكرمها كده لا مؤاخذه يعني، عربيه خبطتها في ظهرها، لا اله الا الله، عملت عمليه الغضروف حبيبتي، فعملتها 3 مرات كمان يعني، مش مره واحده. ما نجحش حبيبتي. ما نجحش اول مره وثاني مره. قعدت بقى يعني دلوقتي، ربنا يديها صح. بس حقها بقى، انت اللي بتبقى في ظهرها بقى. بالظبط. ده انت تشيلها فوق الدماغ بقى. وبرضه لسه هي شايلاني برضه، انا مش هقول لك انها مش شايلاني، لا ده هي شايلاني وشايله البيت وربنا يكرمها. ما هي الست الشاطره فعلا تعمل ايه؟ اللي تحبق وتدبق، احنا بالبلدي كده بنقولها. بالظبط. تحبق وتدبق عشان ما تحسسش جوزها انه مقصر. ايوه نعم. وانا عارفه ان مهنتنا فلوسها مش كتير. بالظبط والله. يعني يعني يا ريت اللي جاي يكفي اللي رايح. وساعات بنبقى قاعدين فترات طويله. جدا. طب بتعمل ايه بقى في الفتره دي؟ ابدا ربنا كرمني يعني، الحمد لله رب العالمين. برضه انا عندي قناعه كبيره قوي قوي بربنا سبحانه وتعالى، وقنعني بكل شيء جميل حوالين مني، يكفي ان انا جيت قدامك دلوقتي. يا حبيبي يا حبيبي، ده حق، ده حقك والله يا فندم، وتستاهل الخير كله. الله يخليك. ايه اللحظات اللي عدت عليك دي بقى كانت اكتئاب يعني، انا مش قادر بقى؟ في لحظات عدت كده، ولا انت بقناعتك وسماحتك دي مستقبل كل حاجه؟ ما عنديش فعلا اي اكتئاب او اي حاجه. الله، لان طول ما انت مع الله، الله يكون معك. اقسم بالله انت عمال تدينا رسائل يا عم. اقسم بالله العظيم يعني، انا طول ما انا يعني لو في دقيقه بسيطه اتجه الى الله، ربنا بيحلها لي على طول. اقسم بالله هذا بيحصل يعني. فما عنديش
اي مضايقه من اي حد ولا اي حاجه جت ما جاتش راحت ما جاتش اي حاجه الحمد لله رب العالمين. القناعه بالله سبحانه وتعالى هو ده اللي ماشيني وهو ده اللي محب فيا الناس. انا يعني صحيح مش نجم كبير ولا اي حاجه، لكن انا بمشي في الشارع دلوقتي والله وبره الحمد لله في كل حته الناس بتتصور معايا. طبعا والله العظيم طبعا يا حبيبي، يعني الحمد لله رب العالمين. الواحد ليه؟ لان الادوار اللي بتجيلي سواء جالي كبير صغير، انا عملت قضيه راي عام كنت واخد فيها دور عم عطيه البواب، الدور ده يمكن هو اللي قربني من الناس اكتر مع الاستاذه الكبيره يسرى طبعا وشركه الانتاج العظيمه. أيوة. العدل جروب. ايوه طبعا العدل جروب ده خيرهم علينا يعني. لا وهم ناس افاضل فنيا اعمالهم كده. الحقيقه ناس فنانين طبعا، يعني هدفهم الفن. فعلا من اول الله يرحمه الاستاذ سامي العدل ومرورا بالاستاذ جمال ودكتور محمد ودكتور مدحت. انا شغال مع مندو العدل اليومين دول. الله ده الجيل بقى التاني بقى. طب ولا اعمال مندو يا شغال سلام. معهم في الفيلم بتاع الملحد. الله. وشغال كنت شغال معهم في امل حربي. يا سلام، ما انا بقول لك يعني اعمال عظيمه جدا. والله جدا الحمد لله رب العالمين يعني. طب انت قلت لي كمان حاجه فرحتني، ان انت قعدت فتره طويله في مكان ضيق قوي وبيت صغير قوي، لكن ده قعدت فيه بقى حوالي 45 سنه. 45 سنة؟ في بيت عبارة عن أوضة. بالظبط، أنا وأولادي وأمي وزوجتي وبرضه أنا بحب ربنا أوي 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 الحقيقة يعني. بقيت أشتكي لربنا وهو شايفني، بس إن الله مع الصابرين. طبعا. لأن اللي بيصبر بينول خير إن شاء الله كتير أوي أوي أوي، ده امتحان من الله خلي بالك، اللي بينجح هو اللي بيصبر. فطبعا الحمد لله رب العالمين دلوقتي ربنا اكرمني برضو بكرم زوجتي، لان هي برضو هي مشتركه معايا في كل حاجه. اشتريت شقه ب 160 الف جنيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وفين بقى من الارض للدور العاشر فوق يعني. الله الله. اسانسير كمان. وبقى عندي غاز. الله اكبر. الله. وعندي شفاط كمان كمان. ده احنا ايه ده المساء ما شاء الله. وحتى كمان العيال بقى اتجوزوا فسابوك انت والحاجه بقى بروقان كده. بالظبط. بس معايا الانسه اسماء، يعني هي خريجه اقتصاد وعلوم سياسيه. اسم الله الحمد لله برضو كمان. يعني الله اكبر الحمد لله رب العالمين. الله بنتك حبيبتك اسماء. اقتصاد وعلوم سياسيه. هي زميله حنان ماضي، اخت فاطمه عادل ماضي. ايوه ميدو عادل. وفاطمه عادل الفنانه. وحنان حنان. ده ولادنا الحلوين الفنانين الجمال. مع بعض طبعا. متربيين مع بعض. لان هم من شبرا. هم كمان من شبرا. وحنان شوقي واخوها. وحنان من حنان دفعتي. والله حنان من شبرا. ايوه انا عارف. جنب مني اخوها الله يرحمه عبد العظيم، هو اللي كان دايما بيذاكر لي في الابتدائيه والاعداديه وما سابنيش الحقيقه. في ميزان حسناته. والله الله يرحمه فعلا. الله يرحمه. طلباتك ايه من الدنيا؟ ولا اي حاجه، انا طلباتي ان ربنا يرضى عليا ويحسن ختامي، ده بس هي دي الحياه. انما مش عاوز اي حاجه، ربنا اكرمني والحمد لله وبعت في بلكونه كده والدائره رايح جاي قدام مني والبتاع بالها كده رايح جاي. الحمد لله عاوز ايه اكتر من كده؟ يا سلام. بس وبنفطر في البلكونه انا ومراتي كل يوم الصبح، مش عاوز عاوز ايه تاني؟ اقسم بالله ما عاوز اي حاجه خالص. طب هسالك سؤال اخد منك خبره. اتفضلي. انت 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 الرضا العظيم ده والبركه حاجة. والنور اللي في وشك ده في ظل احنا ظروف صعبه اليومين دول شويه. مش بتتذمر بقى وتتضايق وايه القرف ده وايه الغلو ده والحاجات دي؟ لا. بتعمل ايه؟ والله ولا اي حاجه، والله العظيم ولا اي حاجه الحمد لله فعلا يعني. ما انا بقول لك القناعه هو كنز لا يفنى زي ما بيقولوا. وربنا ساترها. جدا. والله العظيم ربنا ساترها، بشوف الناس تشتكي حاجات وحاجات وحاجات راحت والحاجات جت والحاجات غاليه والحاجات. انا الحمد لله. مش عاوز اي حاجه. تستاهل الحمد. والله العظيم تستاهل الحمد. وفي ناس بتقول لي انت يعني مش شغال دلوقتي ولا بتاع. لا انا شغال والحمد لله رب العالمين وربنا فارجها عليا. ربنا يفرجها عليك دايما العظيم. ويزيدك ويعينك. الله يكرمك انت ويكتر من امثالك. الله يبارك في عمرك. عارف انت طاقه ايجابيه والله العظيم ثلاثه، يعني انت بتديني انا طاقه يعني شويه اللي قعدتهم معاك خدت طاقه حلوه كده. ربنا يرضى عليك. ان مهما كان في صعب في الدنيا في ربنا الله هيسهل الصعب. هو اللي بيغلي وهو اللي بيرخص وهو اللي بيعمل، لان ما فيش انسان في الدنيا بيمشي او بيطلع نفس بدون امر الله، لازم نفهم كده. القناعه. القناعه فعلا والله زي ما قالوا الكنز اللي يفنى هو كنز فعلا. انت ربنا مديك كنز كبير قوي غير القناعه والرضا، مديك كنز كمان اسمه الزوجه الصالحه. اللهم الله ينور عليك. صح. يعني يا رب يديمه عليك نعمه. الحمد لله. الست وربنا يشفيها ان شاء الله. يا رب يشفيها ويعافيها.
ست سعاد العظيمة المحترمة الله يخليك اللي مبسطة الحياة. يعني من رزقك يمكن لو زوجة تانية نكدية مثلا كانت نكدت عليها وسودت الدنيا في وشك كنت رميت نفسي من الدور 11 بعد الشر بعد الشر. لكن هي زي ما قلت هي ست مصرية متربية وعارفة يعني ايه قيمة البيت وقيمة الزوج وقيمة العيال وانت بتقولي 45 سنة قاعد في أوضة الست ما تزمرتش. لا اقول لحضرتك على موضوع يعني امي كانت قاعده معايا كمان ما كانت قاعده معايا في الاوضه. طب حامه كمان وقاعده مع حامه بس الحامه طيبه. لا اكيد اللي خلفت اللي زيك تبقى ست طيبه طبعا. الله يبارك في عمرك. اما كنت عاوز اقول حاجه لزوجتي كنت اكلمها بره في التليفون ولا تعالي لي عشان هنتكلم في موضوع نروح نتقابل بره زي العشاء. يا الله ما طلع عند هابي لاند عارفه الله. لا 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 احنا هنا بقى الرقابه بقى. ربنا يسعدكم ربنا يسعدكم والله علشان ما نتكلمش قدامهم في حاجه. يا حبيبي يا حبيبي ربنا يديم عليكم يعني سعاده الدنيا ويرضيكم في ولادكم وفي احفادكم. الحمد لله ربنا ويبارك فيك الله يبارك وكتر خيرك لتشريفك. الله يكرمك. انت شرفتني وانستني وانا مش عارفه بجد يعني الفقره دي هناخد فيها ثواب لان اكيد كتير بيتفرجوا خدوا منك طاقة حلوة. الحمد لله. الله يسعدك. وعايز اقول للشباب انهم يصبروا ما يستعجلوش على انهم النهاردة اي واحد يمثل المسرحية واخد بالك او يعمل حاجة انا نجم ويكبر عاوز يكبر باي طريقة مش ممكن. لا بعد ما شافوك كله هيتعلم ان القناعة والرضا والتأني وشكر الله. بالظبط. انا بشكرك. الله يخليك. كتر الف خيرك. انا سعيد جدا ان انا كنت معاكي والله العظيم بجد يعني. استاذ عيد ابو الحمد انا بشكرك وفقره عظيمه وطيبه. بشكر ندى وشريهان الحقيقه لان يعني بيفاجئوني مفاجآت حلوه. الله يخليك. اشكرك. العفو يا فندم. للاسف الفقره دي خلصت. استنوني الفقره الجايه باذن الله هتعجبكم.